كشف غموض سجن قارة بالمغرب، أغرب سجن بالعالم. سجن اتبنى بالكامل تحت الأرض، مساحته أكبر من مساحة المدينة اللي اتبنى تحتها. من أغرب السجون في العالم، اللي دخله مفقود واللي خارج منه مولود. جحيم تحت الأرض، سجن ملوش باب خروج، اتصنف بأنه أغرب السجون في العالم وأشدها رعب. تعالوا نعرف حكاية سجن قارة واللي اتقال عنه أنه أشد السجون غموض في العالم. سجن قارة واحد من أهم المعالم التاريخية في المغرب، مكانه في القصبة الإسماعيلية في مدينة مكناس. ليه أكتر من اسم، منها السرداب، الدهليز، المطبق الإسماعيلي. اتبنى مع بداية القرن الـ18 في عهد السلطان المولى إسماعيل، وما بين سنة 1672 لسنة 1727 اختار المولى إسماعيل سلطان المغرب مدينة مكناس عاصمة للمغرب في فترة حكمه. وفي الفترة دي قرر يبني سجن تحت باطن الأرض، والغرض منه حبس الأسرى من جيوش الأعداء أو حبس المعارضين ليه. اتبنى سجن قارة تحت مدينة مكناس، امتداد مساحته أكبر من امتداد مساحة المدينة نفسها. السجن عبارة عن 3 قاعات كبيرة جواها شبكة من الدهاليز والمتاهات وممرات معقدة. للسجن مدخل واحد عبارة عن سلم متواجد قرب قبة الخياطين في القصبة الإسماعيلية. الغريب في السجن إن ليه فتحات في السقف، ودي خاصة بتنزيل الطعام للسجناء، يعني السجن لا فيه بيبان ولا حتى شبابيك. وبالنسبة للشكل الهندسي للسجن ففي أكتر من رواية عليه، منها إنه عبارة عن طوابق أرضية، يعني السجن عبارة عن أكتر من طابق فوق بعض. ورواية تانية بتأكد إن السجن عبارة عن شبه مستطيل امتداده كبير جدا. السجن تسمى باسم قارة نسبة لخبير برتغالي في الهندسة المعمارية كان من ضمن السجناء. وعد السلطان المولى اسماعيل انه يطلق سراحه لو قدر يبني له سجن يتسع لاكثر من 40,000 سجين، والعدد ده كان بالفعل عدد السجناء بسبب الفتوحات البحريه بين القرنين الـ17 والـ18. وفي روايه تانية بتقول ان سبب تسميه السجن بقارة نسبه لحارس السجن الاصلع، فكان بين اهالي مكناس بيرددوا اسمه حبس الاقرع، اللي مع مرور الزمن اتطورت الكلمة وبقى حبس قارة. فضلت الأساطير والروايات اللي بتدور حوالين سجن قارة سبب شهرته كمزار سياحي، لكن حالياً مسموح للزوار الدخول في جزء امتداده 10 دونمات بس، بعد ما قررت الحكومة المغربية إصلاح جزء من السجن لفتحه كمزار سياحي وقفل كل السراديب اللي تسببت في ضياع بعثات استكشافية في فترة سابقة. وعلى ذكر البعثات الاستكشافية، فاحنا قلنا ان سجن قارة كان مشهور بجملة الداخل ليه مفقود والخارج منه مولود، وده لان المتاهات اللي مبني بيها السجن ملهاش اخر، تخرج من مكان تلاقي نفسك في مكان وتفضل برضو جوه السجن. وده اللي حصل لما استعان الملك الحسن الثاني في فترة الـ80s بفريق استكشاف من اسبانيا عشان يدخلوا السجن ويأكدوا أو ينفوا الأساطير اللي حوالين السجن وإنه ملوش فعلا مخرج. لكن حصلت مفاجأة ما كانتش متوقعة، البعثة الاستكشافية دخلت وما خرجتش. مش بس كده، ده كمان في نص الـ90s حصل نفس القصة مع فريق استكشاف تاني بس كان من الجنسية الفرنسية، دخلوا وما خرجوش ولا حد عارف مصيرهم كان إيه. والكلام ده خلى السجن تدور حواليه أسطورة تانية خالص، وهي إن السجن مسكون بأرواح المساجين اللي ماتت فيها بعد ما تاهوا وما عرفوش يخرجوا منها لحد ما ماتوا. وناس أكدوا إنهم كانوا بيسمعوا منه أصوات وصراخ كأن في ناس بتتعذب في المكان خصوصاً بالليل. وبالرغم من كل الأساطير اللي بتدور حوالين سجن قارة، إلا إن في ناس من أهل المغرب شايفين إن كل القصص دي ملهاش أي أساس من الصحة، وإن فعلاً السجن موجود، لكن كل حوادث الاختفاء اللي حصلت ما كانتش جوه السجن لكنها اتنسبت ليه عشان الإثارة وجذب السياح. ولحد النهاردة مفيش حاجة أكدت ولا نفت أسطورة سجن قارة. فانت شاركنا برأيك، انت شايف ان فعلا سجن قارة مكان غامض وكله أساطير حقيقية، ولا كلها روايات لجذب السياحة؟